أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم ومعاكم. توقعات برج الميزان الثلاث 1 يوليو 2021. توقعات مواليد 23 سبتمبر إلى 3 أكتوبر. كل من حولك يحفزك إيجابيا مما يساعد على تقدمك، ويأتي هذا الدعم من لطف الأهل والأصدقاء من جهة، والانفتاح في تعاملك مع الآخرين من جهة أخرى. ترجمتك لذلك التحفيز بأسلوب بسيط إلى أفعال هو أيضا ملفت للنظر. يجب أن تبدي اعترافك بالجميل وأن تفكر في كيفية رده حتى ينمو جو الدعم المتبادل وينتعش، مما يسهم في تطور العالم. توقعات مواليد 4 أكتوبر إلى 13 أكتوبر. يبدو أن كل شيء يعمل تلقائيا وتحل المصاعب مباشرة بمجرد توليك إياها، لكن للأسف لن يستمر هذا الوضع دائما، لذا يجب أن تنتفع من هذه الفترة انتفاعا كليا. انتهز فرصة عدم وجود أي هموم وانشغالات لديك، واقضي الوقت مع أصدقائك وعائلتك، فستشعر بأن الروابط بينك وبينهم تقوى. توقعات برج الميزان الثلاث 1 يونيو 2021. توقعات مواليد 14 أكتوبر إلى 22 أكتوبر. تستعجب حاليا من مدى سهولة الأمور، استخدم هذه الفرصة المحببة لمواجهة أو إنهاء الكثير من الأمور. عندها سوف تصبح مستعدا لمواجهة أوقات أكثر توترا. عندما تصعب الأمور يمكنك الاعتماد على تأييد من هم حولك، ولكن يجب أن تبدأ في رد الجميل فورا. هكذا تستطيع الاعتماد على مساعدتهم دائما في المستقبل.